طب انا معايا الاستاذ مينا على التليفون. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا استاذ مينا؟ الله يسلمك يا فندم. اتفضل اتفضل. بص، انا في مشكله برضو، يعني ان انا واخد حكم رؤيه بشوف ابني في نادي مركز شباب عزبة النخل، منفصلين انا ومراتي من 6 شهور، واقرار للموضوع ده للهجر. ف انا برضو مقتنع 100% ان الولد يبقى مع امه في السن دوت، لان هي برضو الاقدر. ابنك عنده قد ايه يا استاذ مينا؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. بس طبعا انا ضد تماما قانون الرؤيه، لان القانون ظالم جدا بنسبه 100%، واحنا بنطالب بقانون الاستضافه علشان الولد يتربى بين الاثنين، يتربى بين الاب وبين الام، يشعر بحنان الاب ويشعر بحنان الام. احنا بنخاطب جميع المؤسسات في الدوله، مجلس النواب، الرئاسه، نخاطب وزاره. طب هل هي بتجيبه لك في مواعيد الرؤيه يا استاذ مينا؟ يعني هي بتجيبه بانتظام ولا مش بتجيبه؟ بتجيبه، بس احيانا متاخر واحيانا ما تجيش. بس طبعا انا بتعامل في الموضوع، ولكن انا امبارح قعدت معاها في النادي ساعتين ونص، ووصل الموضوع ان بيني وبينها خلاص ان احنا هنصطلح مع بعضينا. طب حلو. ومن البرنامج، يعني انا بخاطب حضرتك من البرنامج، ان انا بوجه لها على هوا مباشر دلوقتي ان انا بمد ايدها ايدي، واحنا غلطنا انا غلطت في حقها. صدقيني انا فعلا قصرت في حاجه كتير، وهي برضو اعترفت قدامي امبارح ان هي قصرت في حقي. بس هو وخلاص كان على الساعه 6. طب هي سامعاك دلوقتي يا استاذ مينا ولا لا؟ معرفش، صدقيني معرفش. بس انا انا يعني انا عايز مراتي وعايز ابني يتربوا في بيتي. بس جم اخواتها على اخر لحظه، يعني فشكلوا اللي احنا عملناه، وخدوها كده بطريقه مش كويسه جدا قدام الناس كلها في النادي، وحصه خناقه بسبب ان هم مش عايزينها تقعد معايا. يعني مرات عايزاني وانا عايزها، بس اخواتها وامها مش عايزين كده. طب ليه؟ حرام، انتوا كده بتظلموني. يعني دول كده انت غلطت في حقها. طيب يا استاذ مينا، جامد او حاجه؟ نعم يا فندم. هل غلطت في حقها قبل كده، يعني بشكل شديد او حاجه، ولا كانت خلافات زوجيه عاديه بتحصل بكل اتنين؟ احنا الاثنين غلطنا في حق بعضينا. انا معترف بان انا غلطت في حقها وهي غلطت في حقي. طب انا موضوع المشاكل الاسريه موجوده في كل مكان. صح. طب انا هطلب منك طلب يا استاذ مينا، معلش ما تقفلش، خليك معانا على الخط. انا هسيبك مع الكنترول، ممكن نشوف احنا كبرنامج نصلح ما بينكم ازاي ده وانت عندك نيه الصلح. ماشي. طبعا هو ظروفه احسن من ظروفك. انا كنت اتمنى انا والله كنت اتمنى ان انا وزوجت الله يرحمها يبقى في بينا انفصال احسن من يعني اشوفها بخير ومع بنتها وما تطفش. الله يرحمها. الله يرحمها. اللهم امين. طيب معايا مدام ايمان. الو الو، ازيك يا مدام ايمان؟ مساء الخير. مساء النور، اتفضلي يا حبيبتي، حضرتك على الهوا. انا بنتي برضو جوزي اخدها من 5 شهور، كان عندها سنه وثمان شهور، خطفها برضو على خلاف، وعايشه انا واولادي لوحدنا، وخبها خالص. يعني انت مخلفه منه كذا طفل، وهو خد الطفله اللي عندها سنه اخد اصغر واحده. انا عندي اولاد كبار، يعني دي اصغر واحده، وخبها خالص. يا ريت حتى اهلها، يعني هو طرفه او اخواته هم عايشه معاهم، لا ده يعني معيشها، معرفش، محدش عارف معيشها ازاي وفين ومين اللي بيرعاها. فدي ماساه. يعني بقالها قد ايه؟ مش فاضي، هو راجل كبير ما عندوش قدره انه يراعي طفله. بقاله قد ايه يا مدام ايمان؟ 5 شهور، ومش معايا قرار من المحامي العام بتسلمها وما سلمهاش. طب هو واخدها ليه؟ يعني انا هقول لحضرتك ايه العند بقى، ايا كانت الخلافات، طفله مالهاش ذنب تتعرض لموقف زي ده، محرومه مني ومنه، لان انا عارفه ان هو مش بيراعيها ومش عايش معاها، حاططها في حته ما حدش عارف، في حضانه، في معداده، في شقه لوحدها. طب انت عامله ايه؟ انت حالتك عامله ايه؟ أصلها. حالتك عاملة ايه من غيرها؟ انا عايشة في مأساة، انا مش عارفة اعيش. حول ولا قوة الا بالله. حاولتي تتواصلي معاه؟ حاولتي ان انت تحلي الموضوع بشكل ودي؟ هو يعني دخل عند جامد ان انا مش هشوفها تاني. لا حول ولا قوة. بس حرام، بنت ملهاش ذنب، بنت ملهاش ذنب تعيش بالطريقة دي، بعيد عن اخواتها، بعيد عن مامتها، بعيد، حتى هي مش مع عمتها ولا عمامها، محدش عارف عنها حاجه لما اكلمهم، ما نعرفش،
يقولوا لي. طيب انا هقول لك حاجه يا مدام ايمان، عشان يعني احنا هنتواصل مع العلاقات العامه بوزاره الداخليه واحاول احل لك المشكله دي. سيبي لي رقمك مع الكنترول، ما تقفليش يا مدام ايمان، سيبي رقمك مع الكنترول وان شاء الله هنحاول نحل لك المشكله دي. طفله عندها سنه وثمان شهور، سايبها مع مين؟ يعني مين بياكلها، مين بيشربها، مين بيغطيها، مين غير امها؟ سايبها مع مين؟ سيب لنا رقمك مع الكنترول. طيب هل عندك نيه ان انت تتصالح مع الجده؟ هقول لحضرتك حاجه، انا خايف اديلها البنت تختفي خالص زي كل مره. انا سبق 3 شهور وما انتش عارف حاجه عن البنت، لما يعني جبتها الصراحه بعطف شويه، لما قلت لهم انا عايز البنت اجيب لها هدوم العيد ومش عارف ايه، على فكره بعد شهر طلب من ده، وابوس يا عم رجلك بنت وحشتني. يعني اكيد خال الطفله سامعني كويس دلوقتي، وانا كنت عارف انا كنت بقول له ايه. بعد اذنكم ابوس رجليكم، ابوس ايديكم، بنت وحشاني فعلا، خدتها ما عندش وديتها. لما طلبوا مني يبقى في ود بينا قلت لهم حاضر، ليه؟ انا اصلا مش رافض ان البنت تفضل بيني وبينها. يعني انت دلوقتي عندك نيه ان انت ترجع البنت للجده مره ثانيه مثلا؟ بس هل لو احنا توسطنا بينكم وان انت ترجع لها البنت تقطع؟ انا خايف منها، انا خايف منها، انا خايف منها. وحضرتك شفت اسلوبها، بنفس الاسلوب ده جايب عليها احكام، بنفس اسلوبها ده جايب احكام. ايه عليها؟ احكام سنه حبس، غير هي وبنتها قبل كده حبس، ما اعرفش عرضت عليه ولا لا. طب ازاي الاحكام دي موجوده ومعها والحضانه تبقى معاها؟ مش عارف انا حضرتك. لا بس انت مش بالاحكام دي ممكن ترفع ان انت تاخد ضم، ترفع قضيه ضم لبنتك؟ انا على فكره مش بجري ورا المحاكم. اصلا طب انا مش بجري ورا المحاكم. لا بس انا بسال سؤال، هو انت لو هتسقط منها الحضانه؟ يعني انت بحكم اللي انت جايبه ممكن تسحب منها الحضانه؟ هتسقط منها الحضانه، لها حكم، هيسقط من عليها الحضانه باسلوبها ده. طب ما تشوفوا لي محامي كده يا جماعه، والنبي حد لو ينفع الاعداد بس نكلم محامي، عشان انا عايزه اساله في الموضوع ده. ويا ريت اي حد عنده مشكله في موضوع الرؤيه والاستضافه ده كلمنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. انا عارفه ان المشاكل الرؤيه والاستضافه. انا عايز اوصل للناس ان انا زوجتي توفت، ما ينفعش القانون يعاملني معامله الاثنين المختلفين. ايوه، اللي حصل بينهم مشاكل وما نجحوش. لا انا بنتي دلوقتي، البنت لما تكبر تربي التربيه مش كويسه. طب انت ليه بتقول تربي التربيه مش كويسه؟ لو تربت عند جدتها. شايف الاسلوب حضرتك، اسلوبها ده بتتشاكل معايا، ده حضرتك بتتف في وشي، بتشتمني وبتهني طب هل انت عمرك ما تعديت عليها بالمثل؟ اقسم مثلاً بالله العلي العظيم ما جيت جنبها، والله العظيم ما جيت جنبها، ولا راضي على فكره من يوم ما حصل الخلاف، والله ما كلمتها غير الان على الحلقه. ليه؟ لاني مش مسامحها في اللي هي عملته فيا. انا والله والله والله، ولو انت سامعاني دلوقتي، انا لو مت قبلك اكون في منتهى السعاده، لان هبقى فرحان وانت تتحاسبي قدامي. انما لو انت مت قبلي، ربنا يديك طول العمر، هاجي على قبرك واقول لك والله ما انا مسامحك، انا تعبت معاها جدا. طيب وتعبتني جدا. طب هي لو حابه تشوف البنت، ما هي جدتها برضو. طبعا ما اقدرش اقول لا، انا خايف منها. هقول لحضرتك حاجه، انا عايز اوصل لك ان كانت البنت جت قعدت عندي فتره 15 يوم عشان كانت طلعت عمره، انا قلت هترجع قلبها ابيض. اول ما وصلت مصر قالت زي ما خدتوا البت تجيب لي البت، يا استاذ فلان ما ينفعش كده. قال لي ده احنا جبنا لك اصلا بشكلها، لما بنتها الكبيره والبنت عندي 15 يوم طلبت ان البنت تجي لها مره واثنين، قلت لها اتفضلي، وديت لها من الصبح، خدتها اخر اليوم بالليل خالص. هل انت معاك محامي او اي حاجه ولا مش معاك محامي؟ معايا محامي، بس انا يعني المحامي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو لو انت معاك حكم، يعني لو انت هو معروف حكم زي معروف ده طبعا، معروف ممكن طبعا ترفع قضيه ضم لبنتك. ايوه. طب ما بترفعش قضيه ضم ليه؟ هبهدلها اكتر من كده؟ لا انا بسال سؤال، ما في ان انت لو رفعت قضيه ضم لبنتك هتبقى ايه البهدله ليها؟ هترفع هي قضيه، هتروح تطعن في ده عليه، وهتقوم رافعه ثاني قضيه حضانه. على فكرة مشاوير المحاكم طويلة قوي، طويلة قوي. هو القانون بس محتاج ان هو يتعدل، ازاي الزوجة دي توفى والاب ملوش لازمة خالص، الاب ولا هو بنك بيدفع فلوسه خلاص، وهتتربى ازاي؟ مش لازم يكون في طيب راجل مراقب البنت؟ طيب انا معايا خلود. ايوه يا خلود. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا خلود عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. انا اختي نفس المشكله بالظبط. إيه؟ تمام، بس الفرق ان جوزها ضربها وخد منها البنت بترضع. تمام، ورحنا طبعا خدناها بالنجده، وبقى انا دلوقتي بتاع سنه ونص ما نعرفش عن البنت حاجه، والاب هربان في السعوديه وما نعرفش حاجه خالص عن البنت لغايه دلوقتي. البنت مع باباها يعني في السعوديه ولا فين؟ لا احنا عملنا لها قرار منع سفر. البنت هنا في مصر. البنت هنا في مصر؟
طب هل الاب عنده والدته، عنده اخته؟ دورنا في كل حته، نروح لاي حد فيه ما نعرفش حاجه عن البنت. مساومات رخيصه بتحصل، لان الام تتنازل عن كل القواضي، تتنازل عن كل حاجه، مع ان واخد كل حاجه بتاعتها خالص. الام ما معهاش اي حاجه، الام نازله بازاله الصلاه. يعني ايه؟ يعني هي كانت عايشه معاه في السعوديه؟ لا، هو هنا، هو سافر السعوديه، هو بعد ما باع العفش وباع كل حاجه وخد كل حاجه بتاعتها، تمام، خد بعضه وسافر السعوديه. هي مخلفه منه البنت دي بس؟ هي البنت دي بس. عندها قد ايه دلوقتي؟ يعني شهر 4 اللي جاي هتم 3 سنين، واخدها بترضى. لا حول ولا قوه الا بالله. وما تعرفش الام عنها حاجه خالص ولا تعرف عنها اي حاجه خالص؟ وحالتها عامله ايه بقى؟ والله انا اختي اللي بتكلم، هي الام لو فيها صحه انها تتكلم كانت اتكلمت. عارفه المحلول المهدئ. طب مين قال ان هي مش معاه في السعوديه؟ معلش، حتى لو انت احنا قلت عاملين لها قرار منع السفر. من امتى قرار منع السفر ده؟ عاملينه من امتى؟ ما ممكن يكون كان خدها وسافر. بعد ما ولدي خلت الاول حاولنا نعمله، هو طبعا اجراءات بطيئه جدا كان. طيب ما ممكن تكونوا انتوا عبال ما طلعتوا القرار ده كانت البنت سافرت معاه. لا ما سافرتش، احنا اتاكدنا ورحنا هيئه الجوازات والهجره لانها فعلا ما سافرتش، بنت جوه مصر، هو اللي سافر السعوديه وعايش في السعوديه دلوقتي. عايش. ورافض يقول لكم مكان البنت فين؟ رافض جدا، غير ما امي تتنازل عن كل حاجه وتمضي وشافه ورق ان هي لو حصل اي رفض عليه قضيه نفقه اي حاجه يرفع عليها وصل امانه ولا ايه. لا ايتيك، هو عايز يمضيها على وصولات امانه ولا ايه؟ عشان خاطر يشوف بنته. هو وهم الناس كلها ان هو بيحب بنته وخايف على بنته جدا، بس محدش عارف اصلا ان هو مريض نفسيا. هو لو بيحب بنته هيسيبها طب هنا لوحدها ليه؟ ما ياخدها معاه حتى السعوديه ولا ينزل لها؟ لا لا، هو اساسا امه عندها بتاع حاجه و70 سنه، وربنا يا رب ينتقم منهم كلهم بجد، كلهم ما شاء الله عليهم عيله حسبي الله. انا ما اعرفش، بس المفروض ان يكون في حد بيتدخل حتى لو الاب مسافر. والله كلنا اتدخلنا وحاولنا نعمل. لا انا بتكلم بصفه قانونيه، المفروض ان بيكون في جهه بتتدخل لما يكون قرار المحامي العام بضم البنت، تمام. بس طبعا عقبال ما يتنفذ بنروح في كل حته. لا ده ما ينفعش يتنفذ في المكان دوت، اصل اللي هاته محضر من محكمه الاسره. انت عارفه مكان البنت فين عشان المشكله؟ ما نعرفش. ما هي ده، ما انتوا لازم تبقوا حتى عارفين مكان البنت عشان تنفذوا. اخواته عارفين. اخواته عارفين. اخواته عارفين. طب سيبي لي رقم. اوكي، سيبي لي رقمك على الكنترول، ما نشوف ممكن نعمل ايه في القصه دي. طيب معايا الاستاذ احمد. الاستاذ احمد بيقول ان هو ايه ده جارك. استاذ احمد جارك؟ اتفضل. احمد الجمل. الو، احمد الجمل، ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ احمد. انا معاكي احمد حسن الجمل، جار الاستاذ عادل. انت اللي بتكلم من نفسك صح؟ انت كلمت على قولوا له الشيخ احمد الجمل، هو هيعرفني. ايوه جار فعلا. ايوه افتكرت فعلا. لو سمحتي انا عادل، انا هو جاري، محل بتاعه جنب بيتي. انا صلتي بيه محدوده جدا، ولكن قسما بجلال الله اللي انا اعرفه عن عادل إن زوجته اللي ماتت الله يرحمها، الفلوس اللي عادل صرفها عليها كانت تجوزه جوازة من أعلى مستويات في دمياط، خلي بالك. ده اللي أنا أعرفه عن عادل بأمانة. ثانياً أنا شايف إن الموضوع ممكن يتلم بسرعة، يعني عادل طيب جداً وعنده استعداد للصلح بدون تغيير القانون وبدون الشرطة وبدون تدخل من أي حد. لو عادل ونسايبه ناس طيبين جداً، لو في ناس ولاد حلال اتدخلوا في الموضوع، صدقيني الموضوع بتاع عادل ده يتلم. بشكرك جدا يا استاذ احمد، ده خد الرقم واتكلم عشان كتر خيرك يا استاذ احمد، متشكرين. ما انا بقول لك ان والله الصلح في الحالات دي بيبقى كويس، لو تتصالحوا مع بعض. استاذه اميره بتاخد البنت في اكتر من ان عيلتي وعيلتها وعايزين نحل الودي وكلام من ده. كان هل لي لازمه ان انا اجيب حد من بره؟ ناس تكرمت ومحترمين جدا ولهم كلمه كبيره جدا، وهي قالت لهم السلام عليكم، ما عدناش نعرف عنها حاجه، لا قاعده في البيت ولا هي ما ولا اعرف عنها حاجه اكتر من 3 شهور تانيين. هي خدتها 3 شهور اولانيين، اكتر من 3 شهور تانيين. طب نعمل ايه؟ قال لي اتفضل، ده العقد، ده صوره منه، ده العقد العرفي، ممكن تروح ترفع بيه قضيه عشان الشرط الجزائي. قلت له انا مش عايز شرط جزائي، انا مش عايز فلوس، انا عايز بنتي، بنتي وحشاني. قال لي احنا مش هنعرف نعمل حاجه، لان لا ابنها بيرد ولا اي حد من قرايبها بيرد ولا هي بترد علينا، وسايبه البيت ومشيت. ده يرضي مين ده؟ ادانا الاب. طيب انت هل بتفكر ان انت ترتبط قريب او حاجه، ولا مفيش مشروع ارتباط قريب؟ والله هقول لك انا حاجه، لو تلاقينا الانسان انا دلوقتي عامه دلوقتي مفيش اي حاجه، لكن انا خارج من خبطه جامده. أنا زوجتي كنت بحبها، ما كملت في بيتي 4 شهور بس، هم 4 شهور اللي قعدتهم في بيتي، بعد كده نحلة بقى.